وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أثابكم الله. هذا آخر سؤال: ما صحة صلاة المنفرد خلف الصف وهل آمره بالإعادة؟ نعم، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة، رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، لا يجوز أن يصلي منفردا خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، فإما أن يدخل في الصف وإما أن ينتظر حتى يأتي من يصف معه.